مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتي ويعطيكم الف عافيه. وصفتنا لليوم مثل ما انكم شايفين فول اخضر بزيت الزيتون. وصفه طيبه كتير ولذيذه وسهله التحضير. تابعوا معي الفيديو للاخير نشوف طريقه التحضير سوا. حبايبي قبل ما نبلش بالفيديو اذا ما كنتم مشتركين بقناتي اتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. خليكم معي نشوف طريقه التحضير سوا. عندي كيلو فول اخضر. اول شي رح اقمي على الاطراف وافرمه بهذا الشكل مثل ما واضح عليكم بالفيديو. ممكن تفرموا انعم او اخشن من هيك، طبعا طريقة الفرم ذوق شخصي واختياري. بعد ما خلصت فرم راح اغسل منيح واحطه بالمصفاية لحتى تنشف مياتها وارجع لكم. بالمرحلة الثانية راح نحتاج بصل كبيرة او بصلتين صغار، انا بهي الوصفة بحب اكتر له بصل. بعدين راح افرمه ناعم بهذا الشكل مثل ما واضح عليكم بالفيديو. كمان رح نحتاج سنين من الثوم، كمان رح افرمهم بهذا الشكل. طبعا الثوم اختياري، انا بحب الثوم بيعطي نكهة طيبة بهاي الوصفة. هون رح اضيف زيت زيتون مقدار كاسة شاي. هاي الوصفة بالذات بحب اطبخها بزيت الزيتون لانه زيت الزيتون بيعطي نكهة كتير طيبة لهي الوصفة. بعدين رح نضيف البصل فوق الزيت وقليه حتى يشقر لونه شوي. بعد ما شقر اللون رح نضيف شوية ثوم. طبعا مثل ما قلت لكم الثوم اختياري، انا بحب نكهة الثوم بهاي الوصفة. حنضيف الفول فوق الزيت وقلبها منيح. وبالنسبة للبهارات رح نضيف ملح حسب الرغبة، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من فليفرة ناعمة. رح نقلب المكونات مع بعض وبعدين أغطي الطنجرة وأتركها على نار هادية وأخليها تستوي طبعا مع المراقبة. حبايبي أنا ما ضفت مي أبدا، مجرد ما غطينا الطنجرة الفول رح يطلع له مي ويستوي شوي شوي. هون بعد ما استوى عندي الفول نصف استواء رح اضيف 3/4 معلقة من دبس البندورة، وكمان رح اضيف نصف معلقة كبيرة من دبس الفليفلة. رح اضيف شوية مي، يعني نصف كاسة صغيرة من المي، ادوب الدبس واضيف فوق الفول.
رجع غطي الطنجرة لحتى تستوي منيح. وهيك حبايبي استوت عندي الطبخة وصارت جاهزة. يا سلام على ريحتها بتشهي. وهيك حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وحبيتوا طريقة التقديم، وبستنى دعمكم ورأيكم في التعليقات. وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وانتظروني دائما بوصفات جديدة. وباي باي.